مواليد برج الجدي، كيف رح يكون أسبوعك الأول من شهر أكتوبر؟ أكيد نهار الأحد والتنين من أحلى الأيامات، بتبلش الأسبوع بقوة، بزخم، بقرارات حاسمة، علاقاتك العاطفية بتكون بأوجها، الحظ بيكون معك، بالميل لمواهبك، بتبدع على كافة الأصعدة، حتى في اهتمامين بولد من ولادك، تسمع بأخبار مطمئنة، يمكن البعض يبشر بحمل، يبشر بمولود جديد، في فرحة لولد من ولادك، ولكن أنا بقول لك هدول اليومين استفيد منهم بأي إطار. من بعدها الأمر بينتقل لبرج الجوزاء، هون أنا بقول لك تكتر عليك المسؤوليات، وأنت رب الشغل ورب الكد، ما يعني لا بتكن ولا بتمل، يعني إذا بقعدوك 24 ساعة بيقولك اشتغل، بتشتغل بتنسى حالك بلا أكل. فأنا بقول لك إنه 3-4-5 لخمسة، يعني الخميس للساعة 3:32 بتوقيت بيروت، تكتر عليك المسؤوليات، عندك شغل كتير، ملفات، وراق، عالقة، بدك تروح، بدك تعمل، بدك يكون عندك يمكن لقاءات، يمكن يكون في عندك قرارات حاسة بدك تتخذها، يمكن يكون في ببيتك شيء، يعني بتحمل مسؤوليات بيتك، مسؤوليات عملك، مسؤوليات ولادك، في مسؤوليات، في شغل، في ركض، في تعب، وبكون في عندك، انت عم تركض والوقت عم يركض قدامك، بتضلك تقدر تدبر حالك، منك هين، انت مثل ما بنقول رب الشغل. ولكن انتبه من تأخير، من تأجيل، من تعطيل، ويمكن انتبه لصحتك، ما تجهد حالك كثير، ويمكن يكون في عندك نقاشات او يعني اتصالات بخصوص صحتك، يمكن بدك تعمل صور، بدك تعمل عندك زيارة طبيب، هول هيدا الأمور بتطالك إذا مش تقلك لأحد المقربين. من بعدها القمر وقت اللي بنتقل لبرج السرطان جمعة وسبت، هون أنا بقول لك القمر بيسحب من طاقتك شوي، بضعفك نتفي صحيا، يمكن ما تكون مرتاح، ولكن ابتعد عن المشاحنات، المواجهات ما بتناسبك أبدا، يعني إذا بدك تصارع وتحاسب وتواجه وتعلي صوتك، أنت بتكون الحلقة الأضعف. عزز علاقاتك، كون لين، كون هيك مسؤول عن كل كلمة بدك تقولها، وتعرف توجه يعني الكلام لمين، لوين، لمين بده يوصل، لأنه ممكن يحرف كلامك. فكرمل هيك علاقاتك العاطفية وعلاقاتك الزوجية وعلاقاتك العملية وشركائك بالعمل، هوني أنا بقول لك بدك تكون واعي لكل التفاصيل. يمكن يكون في عندك عقود، مولود برج الجدي هذه فترة، يمكن بدك تتزوج، يمكن بده يكون عندك خطوبة، يمكن البعض عنده شراكة جديدة بالعمل، يعني في عقود تمضى، وفي قضايا كمان بتطالك، قضايا قضائية. وهيك بنكون نهينا أيضا الأسبوع، بشوفك على خير الأسبوع المقبل.